من بعد عندنا واحد الفقرات تنشيطيه، ومن بعد سنقدم العرض حول المعنون حول التواصل الاجتماعي والاداري، نحو مرجعه الاداء الاداري والانفتاح الاجتماعي. بعد ذلك سنناقش العرض وطريقه مناقشه العرض، سنناقش بطريقه تشاركيه وليس القائيه، يعني ما نناقش مثلا محاور العرض اللي كتهمنا كامل، وهي محاور يعني محاور الساعه وتلبي الاحتياجات التكوينيه لنا. بالتالي سنناقش ثنايا هذا العرض بيننا، نتناقشوا بيناتنا. مدهز التليفون، مراه هز التليفون، واعز التليفون، التلفازه شاعله كيبدا فيها حتى واحد، المكتبه ما كيقرا فيها حتى شي واحد، غير الهواتف، يعني ما بقاش كنشوف هذيك الهواتف. كتسمع الاخبار اللي كاين على راجل هنا في التليفون وقدام. وقدام. اذا احنا فعلا علاش الجلسات هذه والحضور مثل هذه الندوات هذه بحد ذاته راه فعلا حنا كنحاولوا نعطيو التواصل قيمته ونرجعوا التواصل قيمته الحقيقيه، لاننا كما قلت في المجتمع ديالنا كنمشيو غير المقاهي، علاقتنا الاجتماعيه في المقاهي، كل واحد له شغل هذه. كانت المقاهي واحد الوقت كانت مقاهي عندها قيمتها، جلوس، تسامر، نعم، دراسة الشعر، مناقشة الأحداث اليومية في المجتمع ديالنا، كنحاول كانت عندها قيمة، الآن المقاهي شغلات، كتدخل تلقى الوفي شي حاجة، كتأكل الوفي وكتدخل في عالم يعني الله هذاك العالم انه هو، ولكن حرصنا تواصل وكانت له نتائج غادي نشوفوا ان شاء الله مع سلبية واحد الشيء. يعني التكنولوجيا كانت فيها افاده ولكن ما كسرتش الحمد لله. نعم الحمد لله على سميتو على التكنولوجيا اللي اما بكري كان تخلص فلوس واحد باش يعاود يقطع العصر. ماشي مشكل. اللهم نخلص ولا نخلص كذبوا عليانا. جيب لينا باش نعاود نلقى العصر جدا. فهمتي فين هو التليفون دابا؟ رحمة الله جا التليفون ولا نسلك شي حاجة. إذا هذا هو السر الموضوع، أنا نعترفوا لواحد الجانب المعرفي اللي هو جانب نظري، تواصل لغتان، اصطلاحات، وظائف ديال التواصل، غتكون التواصل الاجتماعي حتى التواصل الاجتماعي ماشي مثلا ماشي فيسبوك ولا انستغرام، التواصل الاجتماعي هو أنا كشخص داخل واحد المجتمع كيف أحققه؟ كيف يعني كيفاش يكون التواصل عنده قيمة وعنده حضور؟ عناصر مكونات الاركان المقومات، غنتكلموا على اشكال التواصل، غنتكلموا على المعيقات ديال التواصل، وهذا هو واحد النقطة اللي غادي نوقفوا عليها بقوة، المعيقات اللي كتخلي التواصل ما كيحققش الأهداف ديالو، غنتكلموا على التواصل الإداري، حنا أغلبنا كنشتغلوا في إدارات، في المجالس الجماعية، كنتكلموا في الجمعيات بحد ذاتها مؤسسة، عندها إدارة ديالها، كيف إشكالات التواصل ديالها طرحنا داخل الجمعية ديالنا. نتكلموا على الاستماع اللي هو الشرط الاساسي للتواصل، نتكلموا على معيقات التواصل الاداري، وفي الاخر نتكلموا في الاخر نخرجوا بخلاصات باش نلقاو معايير ممكن نتمثلوها احنا كهيئه نقدروا فعلا نتمثلوها وتكون بالنسبه لنا حافز ودافع ان فعلا تكون عندنا قيمه تواصليه وتكون عندنا قوه تواصليه مع الاخر. اكيد حتى بعض الصور عند الدولات الصور ما كتوضعش تما ربما نحاول نختشي صوره عندها علاقه بهذيك الصوره ربما شفتي راه هو نعم العيش العالم ديالو كاين واحد الخط مع هذاك ديال التضاد ذاك الخط لان الرجل في جهه والمراه في جهه كله كيلغي بالغا كما كنقول يعني كلهم في عالمه الخاص. اذا بطبيعه الحال كما قلنا التواصل هو واحد التقنيه اجرائيه اساسيه في فهم التكامل البشريه منذ الازل والتواصل هو حاضر. وابتكر الانسان ابتكر في البشريه اليات وسائل التواصل منها اللغه والايماءات والحركات من اجل التواصل وابلاغ رساله الى الاخر. احيانا تقدر تكون رساله وغادي نوقف واحد القول العلمي ما تقدرش تكون لغويه شفهيه تقدر تكون رساله عن طريق ايماءات وايحاءات تعبر عن رساله انا غير بعيني حركه وجهي في يدي نعطيك رساله قويه بدون ما نتكلم. طبيعة الحال وتفسير نصوص وكل طريقة الاتصال والإرسال التالية يمكن جذب والقول أن التواصل أصبح علما قائما بذاته له تقنياته ومقوماته الخاصة وأساليب وأشكال. طبيعة الحال التواصل كل مجتمع عندما نتكلم عن التواصل الآن أصبح التواصل مادة تدرس في المؤسسات تدرس في الجامعات تدرس في الأكاديميات. التواصل واحد القيمة كبيرة أعطتها المجتمعات لهذا المفهوم ولهذه الطريقة. علاش؟ باش فعلا نزيد من الروابط. اذا لم تكن تملك اليات التواصل فعال ففعلا صعب جدا حتى وان كنت تملك معارف عندك معارف عندك مؤهلات عندك كفايات عندك المؤهلات كل عندك ولكن تعجز.
انت بالفكره الى الاخر. فعلا انت تفتقد الى شرط التواصل. اذا يجب ان تشتغل على نفسك وتشغل الذات ديالك باش انك فعلا تخرج من ديك القوقعه من هذاك الواحد كندير واحد السياج ذاتي داخلي كيخليك انك فعلا كتنعزل عن المجتمع وكتضيع عليك فرص انك تفيد وتستفيد. حيت حنا الدور ديالنا كفاعلين سياسيين وفاعلين جمعويين شنو الدور ديالنا؟ ونكونوا نفيد ونستفيد. كنفيد المجتمع، كنحاول ندافع على المجتمع، كنحاول فعلا نعطيو قيمه للمجتمع وفي نفس الوقت نستفيد. كترجع انت قيمه داخل المجتمع، قيمه يحسب لها بألف حساب بالخبرات والتجارب، انك فعلا كتكون كتطرف واحد النهار في السجل المهني، في السجل الاداري، في السجل الشخصي، مثلا قدرت نقنع واحد 100 مستفيد انهم ينخرطوا في العمل الجمعوي. ربح بالنسبه لي انا. غنقول انا فعلا كمناضله قدرت نقنع واحد الفئه من النساء انهم فعلا ينخرطوا في العمل السياسي ويتشربوا ويقتنعوا بالعمل السياسي، هذا بحد ذاته ربح بالنسبه لي. السؤال المطروح كيف؟ شنو الطرائق الاساسيه اللي خصني انا نتملكها باش نقدر نحقق هذا الانجاز هذا؟ هنا كيف قلت لكم انا في العرض ديالي تكلمنا على جوج المجالات كاين اللي كيهمونا حنا اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب الاداري، هما جوج المجالات ما يمكنش حنا كنتكلموا على التواصل لا يمكن ان نغفل الجانب الاجتماعي او العلاقات الاجتماعيه، ما يمكنش نتكلموا على الجانب الاداري لان حنا علاقتنا الاداريه حنا بشكل يومي نتعامل اداريا، اما كنمشي للاداره اما كيجيو عندي ناس الاداره اللي انا مسؤول فيها يكون واحد النوع من التواصل. واش فعلا انا في قيمة هذيك المسؤولية المناطقة مثلا كمسؤولة عندي علاقة بالتواصل مثلا مع نساء ضحايا العنف، نساء كذا، نساء كذا، نساء كذا، واش أنا الإدارة اللي أنا مسؤول عليها كنقدر نقدم لهم ولو شيء في أنا قلت التسمية في وجهها راكي جاي مثلا راها في بنية تنعم وعلاش كينتظر لقيت التسمية في وجهها كيرتاح يقدر يقدر ربما حياته كما كيشكرك هذيك الابتسامة والبشاشة اللي استقبلتي بها. لأن الناس ماشي ضروري حنا في دابا المجتمع يعني عند واحد التمثل انا ربما انا كنجي عندك انا نحتاج للدعم المادي او لا، احيانا هناك الدعم النفسي ربما كيكون بالدرجه الاولى، كتكون مثلا امراه قسى عليها المجتمع، فانا كنتكلم على الموضوع ديالنا هو المراه تعرضت للعنف، تعرضت للتهميش، تعرضت للاقصاء حياتها كامله، تحتاج الى من؟ يطبط عليها، الى من يحن اليه، خسرها تسمع لك شيء. احيانا وانا اشتغلت اثرت نساء في مجال محور الامنيه، وفعلا نساء كتجي عندك خسرها تهضر معك. وصراحة عندما تجد أنك منصت جيد ومستمع جيد كلامك ما يطيحش الأرض. تجي أنت شخصيا كتكلم لدرجة أنا قريت نساء زواجهم في مناصب عليا كما اللي عندها عادل مثلا عندها مثلا أستاذ جامعي كاين ناس قراو عليك في المسجد وفعلا هاد النساء هذوك كتكون تشوف أستاذ كامل ما ناقش حتى واحد في الكلام أستاذ هي هكا حيت لقاتك أنت سمعتي لهم وبلغتي لها الصورة بشكل بسيط جدا. شنو خصك واحد المجال تعلمو انت كتوصلو واحد الشكل بسيط جدا. انا عندي تصور ماشي غادي نوصلو بطريقه كبيره ونكبر فيه وكذا زعما راه انا خير، لا تخاطبين هذيك النساء على قدر العقل ديالها، هي عندها تمثلات، عندها ضغط من المجتمع، راجلها ولا دارت مزال كيخربطو، دارت مزال كيديرو، انت كاعتمدي لها ماشي كنخربطو، حنا عندنا رساله، عندنا واحد الهدف، عندنا واحد المبدا كنشتغلو عليه، اذا هذا هو التحدي اللي بغينا نطرح، وبغينا نطرح هذا الجانب ديال التواصل. إذا مروا على التواصل هذا في الجانب اللغوي طبعا بحال مفهوم التواصل، كذلك في الجانب الاصطلاحي واستعمال وسائل التواصل المعروفة لغة طبيعية كتابة وسائل اتصال حديث مخك الآن وزاد الهويت ديالنا الهاتف الإنترنت إعلام المرئي المسموع والمقروء وعنده واحد القوة خطيرة جدا. أحيانا فعلا هذه النقطة اللي حتى التواصل ديالنا أحيانا الاستاتيو ديالنا راه رسائل بحال كيدير واحد ستاتيو في الواتساب كيبقى 24 ساعة هو رسالة قوية جدا إذا اخترتها بالذكاء والعناية عرفت شنو غادي يوصل يمكن نوصل رسالة بثلاثة الكلمات نوصل رسالة حيت كيدخل عندك نساء كيشوفوا الستاتيو كيشوفوا الستاتيو ديالكم حتى أنا غادي نعمل صفحات في الفيسبوك صفحة كنا ندير واحد التدوينة بسيطة وكنعبر على القناعات ديالي الأحداث اللي كنشتغل عليها رسائل بسيطة جدا ممكن انها تعطي واحد الاثر ربما بعيد المدى هذه كتسهل لنا نوصل للاخرين اننا نربط علاقات ايجابيه ونركز على العلاقات الايجابيه خدمه لهدف احنا كل واحد فينا كل جمعيه هنا عندها واحد مجال الشغل ديالها كل واحد في مجال الشغل ديالها
ولكن حنا كنخدموا المجتمع، كنخدموا المجتمع ديالنا، هذه الرساله كتديها. فحنا علاقتنا تكون علاقه ايجابيه، رسائلنا رسائل ايجابيه، القرارات ديالنا قرارات ايجابيه، ودائما اطار العلاقه التواصليه ديالنا هذاك الجانب المحبط او الجانب السلبي خلي اخر حاجه، دائما عزيزي. عزيزي مكان القوه. اي امراه كيف اساسا خصوصا المراه، المراه من طبيعتها كائن حساس مرهف الحس، نجي عندك عزي لها جو القوه بالنسبه لها وغتقدر تقنعيها بسهوله. هذيك هذيك الحيتيات او كيما بعض مثلا مثلا بعض الهفوات مثلا بعض السلبيات كتقدر تلعب على الجانب ديالها. نعم قلت لك الفوتوشي لي بوان سونسيبل. نعم يعني كتسمع ربما هذاك الخلل بسيط جدا يعالج بسهوله، ولكن دائما قيمتك وقوتك الطاقة الإيجابية، دائما تشعيل الطاقة الإيجابية، وتأكدي أن رسالتك تصل وتوصل. شوف وأكثر ممكن يوصلك توصل رسالة شخص ممكن يوصل أشخاص آخرين، لأن رسالتك تكون قوية تكون واضحة وخاطب هذاك الإنسان خاطب الناس على قدر عقوله. الخطاب غادي توجه لواحد فئة جاية لواحد فئة جمعوية بسيطة، ماشي كيما مثلا في واحد النخبة في المجتمع، الخطاب يختلف وطريقة إدارة النقاش تختلف. مثلا تقدر مثلا واحد معايا في مستوى موازي مستوى نتجادل معاه نتناقش معاه، غادي يكون انا كنتناقش معاه فكره، ولكن شخص في تكوينه العلمي والمعرفي ربما اذا تناقشت معاه قد يحسب انني انا اخذ منه موقف، يقول لك انا ما كيحملنيش اخذ مني موقف هذا السيد هذا كيبقى هو مع نفسه. ما فهمتش حتى الحوار، لان بالفعل استاذ كانت سمح لي على التقاطع استاذ، ان بعض المرات كتجي عندك وقعت لي هذه كان في حوار مع امهات نتاع اولياء التلاميذ، يعني في اثناء المداخله ديالي في واحد النقاش والتحاور. شخص صديق ديالي، شخص عزيز عليا، حزين ومختلف. اول حاجه شنو غادي بتذكيره بحادث وفاه احد اصدقائنا، نقول له قصه فيها تفاؤل وفكاهه، وطالب مبلغ مالي اقرضته هي في الصبر. الاختبار الثاني اثناء الاختلاف مع شخص في حوار حواريا اختلف معه، فان كنختار مع الشخص في حوار في النقاش اقوم برفع صوتي، كنحاول نميز نبين نغوت باش نكمل، اخفض صوتي واناقشه بالتزام وموده، وذكر المستوى العلمي والاجتماعي على حسب شخصيه الشخص. هنا غادي تصرف اسئله واحد على جنب عند قدوم مولود واحد مولود لأحد الأصدقاء شي صاحبي تزادو شي ميل، أتجاهل الأمر، أنا أقترح اسم كنعيط له كنقول له هذه السمية اللي راها كذا، أو أبارك له وأسأل عن صحة المولود، كل نوع ما عند سماع خبر سيء عن شخص، شي خبر سمعت شي واحد قال لك دار شي حاجه، شي خبر غير جيد سيء، اقوم بالاتصال به لتاكد الخبر، كنعيط له كنتاكد واش بصح هادشي اللي وقع لك، وبادر بنشر الخبر مش من المعكازين يشر كان تليفونات ولا ميساجات كنهضر لها، او ادعو الله ان يكون الخبر غير صحيح ولا اتداول، قول يا رب الخبر مش مزيان، وكنسكت وما كيعنيش الموضوع وكنتجاهل. اخر اختبار تم ترقيه احد زملائي المقربين، اسال عن انجازاتي واقل من شاني، وحاول هذه فيها نوع من الحساد، وحاول تجاهل الامر تماما ما كيعنيناش الموضوع، اقوم بعمل حفله بسيطه للتعبير عن فرحتي له. طبعا هذا الاختبار غادي يبقى عندكم، هذا ماشي اعتقد ليا، هذا غادي يبقى عندكم، هي واحد فرصه الاختبار الذاتي، اننا احيانا نقرا في مواقف شنو ممكن دير في بعض مجموعه المواقف، هذه مواقف كاينه مواقف فيها طرائف تقع للانسان في حياته اليوميه، فهنا كيعبر على قيمتي وقدرتي على التواصل، ولانني الان نكون كذات حاضره كقوه حاضره كقوه لها قدره على ماذا؟ على الاقناع. انا كذات كشخص له قيمه، كيكون مثلا عضو في جمعيه او عضو في مجلس، يعني راه عندي قيمه اجتماعيه، هذه القيمه هذه واش كنستثمرها فيما يعود لي النفع على الاخر، وكنقول انا كشخص حاضر بقوه، عندي حضور، عندي كاريزما، عندي يعني واحد القيمة داخل المجتمع، كنتبتعيش بالكفاءة ديالي وبالقيمة ديالي وبالحضور ديالي، فعلا كيف أحقق هذه مواقف تواصلية، أعتبر اختبار مع الذات، وفعلا
الانسان فرصه انه عاده يعيش الاختبارات هذه. لكن تقلق كتخليك تراجع على نفسك، لان مراجعه الذات هي مساله اساسيه جدا. اذا كان هذا واحد الاختبار، عندنا اربعه اختبارات هي مجموعه المواقف التواصليه غادي نحاولوا تعيشوها ونتمثلوا بالادوات ديالها، وكيفاش ممكن اننا نتعاملوا معها، وكيفاش ممكن اننا فعلا نحقق المواقف في الوصف في الحياه اليوميه ديالنا. مشاركه في تدبير الشان العام ربما بالنسبه لاخر حاجه تقدر تفكر فيها. اذا واش فعلا حنا عندنا حنا كهيئه المجتمع المدني عندنا ربما العاتق ديالنا مسؤوليات نقنعوا هاد النساء ونخصوا واحد الجزء من الوقت ديالها انها فعلا حتى هي تجي تحضر معنا الانشطه ديالنا، تكون عندها واحد المواكبه مستمره، تحاول ان هاد النساء هذه فعلا تكون واحد المشاركه ايجابيه في تدبير الشان العام. هذا ربما الان حنا ربما التحديات اللي مطروحه امامنا هو تحدي كاينه، ولكن حنا ربما خصنا نسولو نفسنا واش فينا حنا قادرين نصيغو برامج ونصيغو ربما تصورات ورؤى استراتيجيه اللي تقدر فعلا تحل ولو جزء بسيط من هذه المعضله هذه. غادي نبداو واحد الاختبار، هو اختبار ذاتي مع الدوات ديالنا. قبل ذلك العرض ديالنا اليوم هو التواصل. انا اخترت شوف التواصل راه مجال شاسع جدا، انا اخترت التواصل الاجتماعي والاداري لانه ربما وصول العمليه ديالنا نحو نجاح البلد الاداري والانفتاح الاجتماعي. ربما هذا هو الدور المضمون العام ديال العرض اللي غادي نحاول نشتغل به. وخير ما نبداو العرض ديالنا من واحد الاختبار مع الدوات ديالنا. اطار واحد الاختبار هو عباره عن اسئله عن استماره، اسئله نحاول احنا نجاوبوا عليها عندها علاقه بالتواصل، عندها علاقه بالدوات ديالنا. غادي نبداو بواحد الاختبار هو ممتع نوعا ما، مواقف حياتيه كنوقعوا فيها كيفاش ممكن نتعاملوا مع هاد المواقف ان شاء الله. انا غادي نحاول نوزع عليكم هاد التطورات هي بالنسبه للكوبراتيف الاخر للادارات العموميه، لان كل واحد اخذ